جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المعلوم أن من السنة بعد الفراغ من الصلاة أن نقول بعض الأذكار والأدعية مثل قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين والاستغفار والتسبيح والتهليل، وأن التسبيح والتحميد والتهليل 33، ولكن يحدث أحيانا سهوا أن تسبح إحدانا أكثر من 33، ما حكم ذلك سواء حصل سهوا أو عمدا؟ المستحب الذي ورد به الدليل أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 من كل كلمة من هذه الكلمات، وأن يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي صفة أخرى أنه يقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 4 كلمات كل كلمة 25 مرة، ويقول تمام المئة لا إله إلا الله، وإن زاد على ذلك فلا مانع، إن زاد على هذا العدد فلا مانع من ذلك. نعم. تقول سهوا أو عمدا؟ سهوا أو عمدا لا مانع من ذلك. الحمد لله. أن يزيد. ما شاء الله. ما شاء الله. لأن الزيادة من الخير خير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كون الحديث ذكر العدد شيخ صالح لا يعتبر له اعتبار؟ الحديث لم يمنع من الزيادة. نعم صحيح. وإنما حدد هذا العدد لأجل الحصول على الفضيلة طيب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا زاد على ذلك فإنه زيادة خير، إلا أن يرى أن الاكتفاء بال33 أنه قليل وأنه لا يكفي هذا غلط. أيوة. لكن إذا زاد على هذا من باب الرغبة في الخير، نعم التزود من الخير، نعم فلا مانع من ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، هل يلحق هذا أو يقرب هذا من كون التقيد بوجود ألفاظ الأدعية أو لا يلحق به؟ نعم. التقيد بألفاظ الأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يلحق هذا بذات أو لا؟ يدعو بالأدعية الواردة ولا مانع أن يدعو بغيرها مما لا يخالف ما جاء في الكتاب والسنة. طيب. لا مانع من الدعاء بغير الأدعية الواردة. نعم. إذا كان هذا لا يخالف الأدعية الواردة في الكتاب والسنة. طيب. نعم. لكن التقيد بالأدعية الواردة في بعض الأحاديث والآثار ما هو رأيك؟ هذا أفضل. هذا أفضل. نعم. الحرص على الاتيان بالألفاظ الواردة أفضل. طيب. ولكن لا يمنع هذا أن يدعو الإنسان بأدعية صحيحة ولو كانت غير واردة إذا كانت لا تخالف ما ورد. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.